والآن نتعرف على حالة الطقس. نعود مرة أخرى إلى الزميلة دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك ياسر. شكرا لك آية. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 33 وصغرى 23، الإسكندرية 30-23، مطروح 29-23، بورسعيد 31-24، الإسماعيلية 34-24، السويس 33-23، العريش 31-24، طابة 33-26، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 35-27، الأقصر 38-27، أسوان 39-27، الوادي الجديد 38-26، شلاتين 36-27، وأخيرا حلايب 35-27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.